شباب، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة صوت المايك ده مناسب ولا نرجع للمايك الثاني؟ مناسب. طيب شكرا لكم. طيب شكرا برضو للتقديم اللي جابه أحمد. أنا حقيقة ما جاية أتكلم كخبيرة بقدر ما جاية أدردش معكم. إحنا كلنا خبراء بالمناسبة، لأنه أي شخص عنده خبرة في حياته ممكن تكون متنوعة وبالتأكيد فوق كل ذي علم عليم. فالمحاضرة بتاعتي أول فترة بتاعتي هي هتكون دردشة أكثر من إنها محاضرة علمية. موضوعنا هنتكلم عن الكروس بوردر بيزنس. إحنا كسودانيين كلنا تعرضنا لصدمة، والناس اللي كانت موجودة داخل السودان يمكن الصدمة بالنسبة لها كانت أكبر، لكن ده ما بينفي إنه إحنا كلنا بنعاني من آثار ما بعد الصدمة. بنعول كثير على الوعد الرباني القاطع بإنه إن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر، يعني نفس العسر اللي إحنا موجودين فيه من رؤية ربانية هو يسر بصورة أو بأخرى حتى لو أنت ما كنت قادر تشوفه. حتى في لغة البيزنس، إحنا في لغة البيزنس برضو بنفتكر إنه لو حصلت لك أي مشكلة تأكد إنه دي خطوتك إنك تمشي لقدام وهتتعلم منها. هذا البيزنس بيقول لك problem and opportunities، بيقول لك opportunities and learning. learning يعني شنو معناها؟ إحنا لما تحصل لنا مشكلة يا دوب إحنا هنبتدي نتعلم من المشكلة ونمشي خطوة لقدام. ويمكن أنتوني روبنز مشهور جدا في مجال البيرسونال ديفلوبمنت. طيب احنا في هذه المرحلة من البيزنس، انا عموما قاعدة في المرحلة الأخيرة، لكن في ناس بعد ما جات هنا بدأت تفكر يا دوب انها هي عايز تبدأ البيزنس بتاعها هنا. ويمكن شجع اكثر حاجة التغيير بتاع المناخ، احنا قاعدين في سوق كبير زي ما هنتكلم عنه بعد شوية، وفي ناس اوريدي يعني بدأت بدايات بتاع البيزنس، لكن في السودان كانت بدايات ما شجاعة، يعني كانوا بيمشوا قدام وبيرجعوا ورا وبياخدوا قرار واضح. وإحنا الناس الأوريدي عندنا سنين في البيزنس وخلينا كل الحاجات ورانا، لكن بإذن الله إحنا على صغر كبيرة إنه إحنا حل الأول. طيب تحدياتنا اللي بتواجهنا في المرحلة دي شنو؟ تحديات اللي بتواجهنا كلنا، إحنا لو حابين نبدأ من أول جديد إحنا لاقيين سوق جديد علينا. غالبيتنا كنا بنجي مصر تحديداً القاهرة، بنجي إجازات بنتونس مع ناس محمد طلبة ديل والشباب ديل كلهم، وبنتفرج في البلد السمحة دي وبنرجع، ما بنقعد نفتش إنه البلد دي معاشة كيف ولا حاصل فيها شنو، وكنا بنسوى ونعمل الحياة اللي حابينها كلها وبنرجع. لا، إحنا اللي جينا في سوق جديد ومحتاجين نقرأه قراية حقيقة، لكن هو مش سوق جديد بس هو سوق جديد ومختلف وكبير علينا صراحة إلى حد ما. مختلف احتمالية برضو من ناحية قانونية، رغم خبرتي اللي هتكلم عنها لاحقا بتقول إنه النواحي القانونية فيها تقارب كبير ما بين القوانين الحاكمة للعمل والبزنس في السودان وما بين القوانين الحاكمة للبزنس هنا في دولة مصر. من ناحية اقتصادية أنا ما هتكلم كثير لأنه بحس إنه اقتصاد مصر فيه درجة من الجروينج، لكن ما بيخفى علينا جميعا إنهم هم برضو بمروا بمرحلة السودان مر بها سابقا، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى إنه الظروف اللي مرت علينا إحنا في التدهور الاقتصادي ما تجي على مصر بنفس الآلية، ويقدروا يقولوا حلول عشان هم عاملين زي سفينة نوح شايلين السودان وسوريا واليمن ليبيا وحس فلسطين، ربنا يعني يرحم الشهداء إن شاء الله وربنا يعني ينصرهم، هم ذاتهم برضو جايين. فيعني السفينة دي لو غرقت من أغرب كلنا، عشان كده إن شاء الله نتمنى من الله إنها ما يكون في يعني غرق لنا كلنا. طيب الاجتماعية دي أنا بقول إنه إحنا أبناء النيل، وبقول لهم في كثير من الأحيان حسب تجربتي بلقاها فولة واتقسمت نصين حقيقة. لما نجي نعمل في مجال البيزنس او المجال البيرسونال بلقى في حاجات كثيره متشابهه، لكن هي برضو بالنسبه لنا نوع من التحدي سلوكيات العميل. ويمكن حيتكلم ان شاء الله مازن في الماركتنج بصوره اوضح سلوكيات العميل وطريقه تفكيره، وحيوافق على انه في جنس جديد حيتعامل معاه وفي تجربه جديده مختلفه في خدمه جديده حتتقدم له من بوسيله ثانيه مختلفه. 100% منافسة عليهم، ومش علينا إحنا بس عليهم هم زادوا.
في منافسة شرسة حقيقة في مصر. ما لم نكون إحنا قادرين نقراها صح ما حنقدر ندخل السباق معها. فدي كلها تحديات بتواجهنا في إنه إحنا نبدأ البيزنس بتاعنا. طيب هل من فضل يعني بكل التحديات اللي شفناها دي إنه نفضل في المنطقة الآمنة ونرجع لها؟ يعني ببساطة إنه إحنا نتعامل مع المجتمع السوداني، ما إحنا ما هينين. إحنا قبل ما تحصل لنا الظروف الأخيرة الإحصائيات بتاعت الدولة بتقول إنه في 4 مليون مواطن سوداني موجودين قاعدين ساكتين هنا في مصر، ونحن على أقل تقدير بنكون دخلنا حوالي 750,000 لمليون على أقل تقدير. فإحنا على أقل تقدير عندنا 5 مليون مواطن سوداني قاعدين موجودين غالبيتهم في القاهرة وفي مدن تانية. هل ده بيمثل بالنسبة لنا فرصة سوقية؟ هل ده بيعتبر بالنسبة لنا ماركت إحنا ممكن نبتدي فيه؟ ممكن؟ ممكن صح؟ ممكن يا أخواني، ممكن ولا ما ممكن يا أخواني؟ سهلة ومألوفة وناسنا وعارفينهم ودارسينهم وخارزينهم، ومنقدر نقدم لهم الخدمة بالطريقة اللي هم ممكن يكونوا حابيننا حتى باختلاف الظروف اللي إحنا موجودين فيها. لكن كده خلونا نفكر فيها شوية صورة أوسع. إحنا بنكون من عيد في نفسنا. الليلة أنا بتكلم في البيزنس بتاعي هو كان في مجالات مختلفة لكن أهم التدريب. فإذا أنا كنت بقدم التدريب في السودان للمجتمع السوداني وجيت هنا القاهرة وصلت بقدم للمجتمع السوداني، يبقى أنا بعيد في نفس النص مع عملية بتاعت كولوكيشن. العملية بتاعت كولوكيشن بتاعت مقبولة للزول عايزة. إحنا ما بنقفل الباب على زول يا أخوانا، لكن خلونا نشوف برضو شنو ممكن التحديات التانية. في خطر انكماش للسوق دي ولا لا؟ منو من الناس اللي قاعدين معانا هنا في القاعة وعارفين نفسهم إنه دي محطة؟ شباب يسهروا. الله المصريين. لا إحنا كده حنهرب. نظام حنهرب معاكم. إحنا نقفل الحكاية دي ونقفل الباب وكلنا نشوف لنا سبيلة نروح تمرن. طيب في خطر انكماش واضح إنه في ناس كثيرة جات وبالنسبة لنا محطة ما أكثر من كده، عايز تنتقل للمنطقة الثانية، لأنه شكرا جزيلا للمصريين إنهم فتحوا حدودهم في الوقت اللي إحنا فعلا كنا في حوجة للحكاية دي. طيب الحاجة الثانية إنه المجتمع بتاعنا حتى هو جاء الكثير منهم عندهم مشكلة في الدخل بتاعهم، يعني بدوا يفقدوا المصادر بتاعت الدخل، فطبيعي إنه هيحصل لهم انكماش في القوة الشرائية بتاعتهم. المنافسة فيما بيناتنا هتكون شرسة. سمعتكم مهرجان مما جينا هسه كل يوم والتاني احنا بنسمع مهرجان المنتجات السودانية. بعد يعني انت في مدينة نصر هتلقى اكثر من 6-7 جهات ممكن تقدم لك نفس الخدمة اللي بتتقدم في فيصل او في مناطق اخرى. المنافسة شرسة جدا. فاذا انت قررت انك تقعد في المنطقة الامنة حبابك، لكن بنقول لك خلي بالك من الكلام ده لانه حيسوقك في النهاية لنقاط ممكن تؤدي لانك ما حتقدر تستمر. فبتبقى فرص الاستمرارية بتاعتك يعني ما أقدر نقول إنها هي بسيطة، لكن لازم نأخذ لها اعتبار واضح جدا. المانع شنو؟ إنه إحنا تكرس البورد. المانع شنو؟ إحنا نعدي الحدود، نعبر الحدود بتاعنا. المانع شنو؟ في إنه إحنا نشوف مجتمعات أخرى. مصر فيها مجتمعات غير المصريين. في نقطة كانت ظريفة أول ما جينا بتذكر كانت في الحايمة في الوصايل بتقول على لسان مصري، فبقول الإخوة السودانيين، الإخوة اليمنيين، الإخوة السوريين، الإخوة الفلسطينيين، إن شاء الله ما نكونش مضايقينكم في مصر يعني وإنتوا قاعدين على راحتكم. فإحنا قاعدين في القاهرة في مصر لكن معانا مجتمعات تانية مختلفة. مصر في كثير جدا من الشركات العالمية اتخذتها مقر لها عشان تكون بتقدم خدمتها في المنطقة كلها. فبالتالي إحنا قدام فرصة كبيرة جدا، بس محتاجين نفكر في نموذج يكون قابل للتنفيذ نقدر فعلا من خلاله أن إحنا نخترق السوق ونعبر الحدود. طيب خايفين من الحتة دي؟ أنا شخصيا كنت خايفة لما نجيب. وشكرا لعكاشة اللي هو كان معانا في الفورم الأول، دكتور عكاشة اللي تكلم لنا عن مشاكل ما بعد الصدمة بتاعت الحرب، وكان له أثر كبير جدا في إنه إحنا نكون متحركين.
في مخاوف كثيرة أهمها رأس المال. يا إخواننا لو ما صرفتوا على نفسكم، لو في شخص هنا يسأل نفسه أول حاجة إنه ما صرف على نفسه في إنه هو يطور نفسه، أبعد لنا من البزنس، أقعد مع نصب الوظائف. رأس المال الجمال ما معنا. في السودان كان كذا وكذا، ممكن هنا ما حينفع. لازم تكون متخذ بتاع القرار في الحكاية دي، وما ضروري تصرف من البوكيت بتاعك. إحنا عندنا وسائل حنورا لك ممكن تساعدك في الحكاية دي، لكن لازم تكون قراراتك في الحتة دي واضحة جدا. مخاوف من العملاء إنهم يتجاوبوا معنا كبيرة شديد، ما زين حيساعدنا فيها كثير. المنافسة تكلمنا عنها، بس كمان الناس اللي بتتهور بتقول لك وإحنا ما لنا الكلام ده كله. إحنا لنا دعوة بإنه عندنا بضاعة وعايزين نبتدي وعايزين نشتغل والشغل حيمشي. لا كده ما حتنجح، برضو حنواصل بنفس الخطر بتاع انه احنا ممكن ننكمش او السوق ما يمشي خطوات معنا. هي المخاوف بتجي من وين؟ لما احنا نقول انه ده سوق صعب دخوله. كان في فيديو جميل جدا لشباب سودانيين، هم عندهم مطعم شغالين في السودان وجو فتحوا المطعم الثاني. لما فتحوا المطعم وعملوا الفيديو بتاعهم، اول كلمه قالها كان ده سوق صعب جدا. متفقين معاه انه سوق صعب؟ صعب شديد. طيب بنقدر ندخله؟ لا الصف اللي قدام ده معانا. بتدخلونا يا محمد؟ بتدخلونا شباب؟ تسمحوا لي انا ندخل معاكم؟ محمد ما معانا صح؟ نزل. انتوا قاعدين مش طالعين. طيب تسمحوا للسودانيين ندخل معاكم السوق؟ اكيد. طيب طالما انه بيسمحوا هم كمصريين ان احنا ندخل معاهم السوق، فاحنا حقنا نبعد شويه من الافكار والمعتقدات المسبقه بانه هو سوق صعب الدخول. هو صعوبيته من الناحيه الفنيه اكثر من الناحيه الاجتماعيه، زي اي سوق ثاني. لو سالتك من سوق دبي، الناس اللي عابره وماشي دبي، سوق دبي كيف؟ حتقول لي صعب وعايزين قروش اكثر. لو مشيت اي سوق في العالم حتلقى عنده درجه من الصعوبه في مكان ما. حتى سوقنا السوداني فيه درجه كانت من الانكماش عاليه جدا وصعب جدا. فيبقى الافكار المسبقه حسوقنا لتحديد امكانياتنا وقراراتنا، وحتنتهي لنتائج غير مرضيه، وحنفضل لافين في الدائره دي. لما تجي النتائج الغير مرضيه حقول لك مش زمان قلنا لكم الصعب صعب، مش زمان قلنا لكم كده، فما كان في داعي. لكن انت ما بذلت المجهود اللازم اللي بيخليك تقدر تخترق السوق ده. وهل في غيرنا نجحوا؟ كم مره اكلتوا من مطعم سوري؟ الاخوه المصريين يمتنعوا. السوريين ولا المصريين؟ بين كده كسودانيين انتوا ما سامعيننا، السوريين ولا المصريين؟ السوريين لا يعلى على اكلهم حتى في السودان. بالمناسبه ما عندكم حتى في السودان. في السودان الشباب بتحلقوا عند السوداني ولا الحبشي ولا السوري؟ السوري لو مقرش، والحبشي لو قروشك حبه اقل، والسوداني يا صاحبك ينفلس، لانه حيعمل لك حلقه كده يعني حلقه الاصحاب تحت الشجر دي. صح؟ يبقى في غيرنا نجحوا. في ناس اختاروا الاسواق يا اخواننا. Believe you can and you are have a way there. لو انت غيرت معتقدك انك غادر حتقطع نص الطريق باذن الله تعالى. السؤال المهم جدا، السؤال المهم جدا، هل قبل ما نعبر الحدود او نفكر نعبر الحدود، انت مستقر ولا مفكر ترجع؟ الحرب لو يكفت الراجع منه؟ قلنا لو 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 يا عكاش لو وقفت حنرجع. محمد بترجع معنا؟ معنا ولا معنا؟ طيب وجماعة المسافرين رفعوا يدهم. طب إذا أنت ما مستقر عايز تفتح مجال بتعمل هنا كيف؟ فنفتح ولا ما نفتح؟ نشيله معنا؟ لا دين. يلا الكلام ده اسمعوا منتصر ذهب ده بعدين في النهايه بوريكم تفتحوا بيزنس عبر القرارات، حقيقه عبر القرارات. الحل نعبر الحدود والهويه. انت بتشتري، في ناس اشتروا من امازون هنا، كلنا بنستخدم جوجل. امازون وجوجل قاعدين في امريكا ما قاعدين في القاهره، هنا قاعدين في روع. كلنا بندخل كورسات عن طريق زوم. بنكك شغال، كتر خير ومبارك الله فيهم. انقذونا ولا ما انقذونا يا اخوانا؟ بنكك قاعد وين؟ وانت قاعد في مصر. يبقى ما في مشكله انك تفتح بزنسك وريفر يو ار.
اكلنا ماكدونالدز اول ما جينا وبروشنا كانت ظريفه وحاسه بدينا خلاص نفتش في محل الفول والطعميه صح. شباب توينز كتر خيرهم جابوا لنا الزلابيه الظريفه دي كمان قالوا غاليه شويه لكن ممتازه جدا. استخدمنا فيزا كارد لو كانت جايه معانا من السودان او هنا. ام بي سي عندنا ام بي سي مصر صح، الجزيره وغيرها، خطوط الجوية السودانية ربنا يعيدها. بدري ده انا عندي مع مشكلة خاصة. ايجيبت اير اي شركة بتاع طيران او هناك هيكون عندها مكاتب، فانت ممكن يكون عندك فروع مكاتب او عندك فرانشايز تجارية او ممكن تستخدم نموذج رقمي. في النهاية لما تفكر من الاول في الموديل العام للبزنس بتاعك هتعرف انك انت هتصل كيف. من هنا عايزين نتكلم بعدها عمليا، اعقلها وتوكل، اعقلها ما نتهور، نبدا بفكره مشروع اذا كانت عن طريق الشغف بتاعك الحاجه اللي انت بتحبها او عن طريق الخبره او الحوجه السوقيه او كانت عن طريق الحوجه السوقيه، كلها وسائل انت بتتكلم فيها عن الفكره بتاعتك. وريبر كانت الطريقه، هل فكرتك غامضه للتسويق؟ ما ينفع انك تقعد تحلم وتنتهي لانه عندك فكره ما قادر تسوقها بصوره واضحه. في مرحله عقلها انت محتاج تحول الفكره لعمل وتبدا في تاسيس العمل بتاعك بصوره واضحه. اخر حاجه معلش انا اخذت زمن طويل لكن اخر حاجه. طيب حاضر. بس الكود ده يذكرني حاجه انه مره وانا راجعه من الشغل وقفت العربية بعيد ووقفت عند الطماطم اشتريت منه كيلو داني له بسعر. نفس اليوم الميزة يوم الضيوف فطلعت بعربية تانية من البيت ووصلت جنب سيد الطماطم اداني سعر تاني. فأنا مسميها نظرية سيد الطماطم لأنه سيد الطماطم بيقيس سعر الطماطم بتاعه بناء على الرزق اللي اداك له ربنا، ودي نظرية غلط. ما تعمل اكس راي للبيبل بوكيت، قدم قيمه للناس واحسب قيمتها صح عشان ربنا ذاته يكرمك في الحاجه اللي انت بتعمل فيها. حول القيمه او خلي القيمه تكون عندك هدف واضح فيها وحول لنا لحلول. افتكر مازن بعد كده المفروض تفضل يورينا لما نيجي نحول الحلول واحنا بنتكلم عن مشكله او بنتكلم عن فرصه عشان نقدر نقدم للناس حقيقه حل يفيده ويقدم لهم قيمه. ولازم نكون ماشيين في خطوات عمليه بتحليل الوضع الراهن، تطوير مزايا واضحه للحلول وقيمه حتقدمها للعملاء ومن ثم متطلبات الوضع المستقبلي. انا بفتكر اول خطوه عمليه قبل ما انا ادخل بالخطوات الثانيه اللي بتكلم عنها اللي هي دراسه السوق. ما لم ندرس السوق والعملاء بصوره صحيحه ما حنقدر ناخذ الخطوات العمليه الثانيه. مازن خبير اكثر مني في المجال ده ويتفضل انه يقدم لنا السوق حنعمل معه شو. يعني تكمل الكلام استاذ ريميا، يمكن هي تكلمت عن الفكره بتاعت نزل سواء كان اعمال ناشئه او نحن عندنا مهاره معينه دارين نختلف بها سوق ودارين نشوف الفرصه، هل الفرصه متاحه بالنسبه لنا ان نخش السوق ولا لا. طيب عشان قبل ما نبدا في اي حاجه خلينا نتفق على حاجه واحده هي مهمه وهي مهمه واساسيه جدا في المجال بتاعنا حساعدنا احنا نفهم المفهوم بتاع الماركتنج بصوره مناسبه وصحيحه وعمليه اكثر. البروسيس بتاعت الماركتنج كلها هي حاجه بشكل مبسط هي باديه من حوجه عميل ومنتهيه عند العميل. يعني انا بمشي للعميل بشوفه محتاج شنو، مشكلته شنو، عشان ناقصه شنو، او هو عنده مثلا سلوك معين انا ممكن اوفره له في شكل منتج. ببدا من هنا بشتغل فيري لونج جيرني حتى بجيه راجع بمنتج، بجيه راجع بمنتج في شكل برودكت او في شكل سيرفيس معينه بوفره له. طيب فبالتالي بنقول عليها اند تو اند كاستمر اورينتد ابروتش، انا بدرس بيها السوق اول حتى بعدك بوفر له منتج. طيب الناس عندها انطباع ومعظم الناس بيكون عندها انطباع عن الماركتينج انه اعلان في الراديو او اعلان في التلفزيون او اعلان يافطه في الشارع او مثلا تصميم حلو والله ظريف، حاجه ممكن تكون فيري سبجكتيف. وفي الحقيقه ده الخطا الشائع او الخطا اللي بيقعوا فيه كل الناس اللي دايره تاسس لبزنس، بيقول لك انا
بتخيل المنتج بتاعه وبتخيل مهارته الحاليه في ان هو وفرها في شكل منتج والناس قاعد تشتري وانا عامل لي اعلان في الفيسبوك وبكون سعيد جدا واتخذ قراري بناء على حاجه فيري ايموشنال كويس. وايل انه انا ما درست السوق وما عرفت السوق حوجد وكيف هو ممكن يكون نفس المنتج ده السوق محتاجه لكن دخلتي له تكون مفروض مختلفه او في فيتشرز معينه انا مفروض اضيفها هتديه الميزه التنافسيه. يعني انا هخش السوق كله حظهر الماركت كله. طيب فعشان كده لازم ده الحياة اللي ممكن تكون هي بتقود الناس لانه هي ممكن تفشل في 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 في, في الاسواق رغم ان هم ممكن فعلا حقيقيه هم يضيفوا قيمه للسوق سواء عن طريق منتجات او عن طريق سيرفيس. طيب عشان انا ابدا احلل السوق يعني حسن احنا كلنا اتفقنا انه احنا لازم نفهم السوق وضعه عامل كيف والفرص الموجوده فيه شنو. طيب انا لازم اعرف الفجوات الموجوده والاحتياجات بتاعت العملاء. طيب انا هضربها بامثله بسيطه. احنا هسه هنا في السودان احنا هسه جينا هنا مصر يمكن قريبا يعني يمكن استاذ لمياء قالت قريبا ما بين 750 لمليون. طيب المليون دين عندهم احتياجات فقدوها كانت في السودان معتمدين عليها جو هنا مصر ما لقينا وما في المنتج اللي بيلبي احتياجاتهم دي فبقت عندنا فرصه كبيره جدا في الماركت بتاعنا في الماركت هنا في مصر اللي انك تلبي احتياجات سودانيين. طيب طبعا ده هيقودنا لنفس الفكره بتاعت هل انا تارجتنج ده هسه هنشوفه لقدام هل انا تارجتنج سودانيين بس ولا احنا همشي انمي الفرصه بتاعت البيزنس بتاعي ده هنفهمها اكتر في التارجت اودينس والعملاء المستهدفين مني وكده. طيب انا حددت الفرصه حددت الفجوات الموجوده في الماركت اي ليستد داون لكم فرصه بعد ذاك انا مطلوب مني شنو كل فرصه من الفرص دي انا مفروض اعمل تحليل للسوق المستهدف فيها. التحليل ده ممكن يبقى كيف انا لازم تدق في الماركت اعرف عنه معلومات اضافيه بعرف عنه داتا تساعدني ان اقدر احلل اكثر. الفكره كلها من دراسه الاسواق انا داير اطلع بكونكلوجنز ابني بيها فرضيه عن السوق الفلاني اوف ايزر انا السوق ده بقدر اقدم له فاليو ولا ما بقدر اقدم له الفاليو دي في شكل منتج هل انا لو قدمتها بناء على كوست ستراكشر معين بقدر انافس بها ولا لا هل انا في فاكتورز وده حنيجي نشوفه ثاني هل في فاكتورز حتاثر عليه ولا لا فلازم انا ادرسها من كل النواحي. طيب دراسه السوق فيها بتطلب مني عندي كواليتاتيف ابروتش وفي كوانتيتاتيف داتا انا مفروض الما وكده. طبعا كل الناس ممكن تكون متخوفه من فكره الكوانتيتاتيف داتا والكوليكشن والقصص زي دي وانت دخلنا في شغل بتاع ريسيرش وتعال نجيب نجيب ماركت ريسيرش كومباني وقروش وصرف والناس حاسه في البدايه لسه ما قادره دايره باقل كوست هي ده تصل. انا ممكن اقول لكم انه الموضوع very simple and logical. نحن حسا قاعدين في بلد الاكسس للانفورميشن ممكن يكون اسهل من في السودان based on انه هنا في infrastructure احسن فبالتالي ما لازم انه انا يكون عندي 100% accurate data بتفاصيله انا بالضبط في كم اسرة سودانية او في كم اسرة مستهدفة في المجال الفلاني. انا ممكن to build assumption بسيطة ب very logic way of thinking إنه أنا أقدر to estimate the population كم في المنطقة الفلانية في demographic area معينة أطلع داتا هي to some extent هي ممكن تكون قريبة للصواب وأنا أحس بثقة نوعا ما لما أبني قراراتي عليها أو أبني دراسة بتاعتي عليها. فالناس ما تتخوف من فكرة الماركت ريسيرش لأنه هو بسيط ممكن معلومات بسيطة أنا بقدر أعرف بها حجم السوق قدر شنو. طيب فرص النمو الماركت ده طيب نضرب مثال انا حضرب مثال بمنتجات سودانيه وبعد ذلك ممكن نفكر انه كيف نحولها للعالميه. منتج بسيط حاسه كلنا فقدنا دكوه قمرنا ودكوه الطيب وبقينا ما لاقينا وطبعا الدكوه دي حاجه من عاداتنا وتقاليدنا وموجوده في البيت السوداني وكذا. طيب انا داير اعرف فرص النمو في ان انا لو ليله وفرت منتج زي علبه الدكوه دي معلبه ووفرتها في السوق في مصر هنا للمجتمع او التارجت السوداني الفرصه شنو. طيب فرص النمو هنا بتعتمد على شنو بتعتمد على ان السودانيين ده قاعدين ولا ناس راجعين الحرب دي لما تخلص. طيب الحرب هتخلص 200 دي كلها فاكتورز انا بقراها وبقدر احلل بها السوق ده فرص النمو بتاعه كيف. طيب الحرب هناك ماشيه زياده معناه الماركت بيجاي كل مره السودانيين حيجوا من مصر اكتر فبالتالي في فرصه بتاعت ان السوق يكبر
فبالتالي انا لازم اكون فاهم النقطه دي، فلازم انا في اي حته لازم اعرف السوق هو ماشي لوين. يعني في ترندز انا ممكن مؤشرات، ودي هي تبقى الكواليتاتيف داتا اللي انا بلين فيها، في مؤشرات بتساعدني اعرف السوق ده ماشي لوين. طيب عشان بس الزمن ضيق، النقطه الثانيه بعمل حاجه اسمها الماركت سيجمنتيشن. ده فائدته شنو؟ ان انا بقدر اعرف بيه العملاء. طيب انا حددتها تارجت معين، انا والله داير المنتج الجديد بتاعي دكوة طيب، سوري دكوة معلبة، معليش انا بقول دكوة طيب لانه انا اصلا شغال في صافولة فدكوة طيب تبعنا. طيب تعريف العملاء ودراسة سلوكهم، دي اكثر نقطة ممكن تكون مهمة في دراسة الاسواق. انا اعرف اول حاجة العميل المستهدف بتاعي منه. العميل المستهدف هنا بتاعي حيكون ست البيت، ده المين ديسيشن ميكر في انه هو تحصل البرجيسنج، يحصل الديسيجن ميكنج بتاع البرتشيسنج. طيب انا لازم ادرس ست البيت ده ممكن يكون وضع المالي حاليا كيف، وضع الاجتماعي عامل كيف، السودانيين ديل حسنا انا تارجتنج ليهم، ظروفهم عامله كيف، قروشهم اللي في جيبهم قدر شنو، مستعدين يصرفوا في المنتج ده قدر شنو. الحياه دي انا لازم تولز ديل داون، الاسئله دي كلها انا بكتبها وبجاوب عليها. الحياه دي كلها انا بتساعدني في النهايه انه انا ادي دراسه تحليليه سليمه عن السوق، فرص انه انا اقدر اخش فيها. طيب الـ 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 العميل ده شنو الظروف اللي ممكن تاثر على استهلاك المنتج بتاعه، هو مستهلك قد شنو. حاجه ثانيه انا ممكن برضو انا تهمني اللي بياثر في العمليه بتاعت البرتشيسنج باور منه، ما هو ممكن المنتج ده بتطلبه ست البيت لكن بترسل الولد الصغير، الولد الصغير ده ممكن يكون عنده امباكت على القرار بتاع الشراء بتاع ما بين المنتج ده والمنتج ده، فده برضه ممكن ياثر. لازم اعرف الستيك هولدرز اللي بيساعدوا في العمليه الشرائيه. طيب بعمل حاجه اسمها الكاستمر بروفايلنج. الكاستمر بروفايلنج ده انا حرفيا التارجت كاستمر بتاعي ده بحلله من كل النواحي، عمره، الديموغرافيك اريا اللي هو فيها، المنطقه الجغرافيه الموجود فيها. طبعا انا دوبت انا اسمعني والله ده ثاني سلايد لازم. طيب فبعمل تحليل كامل، بعمل تحليل كامل للعميل وبقدر افهمه، عشان ده بيساعدني لي قدام انا الفكره والمنتج وخصائص المنتج والعلبه قدر شنو والتفاصيل زي دي. طيب نمشي للحاجه الثانيه اللي احنا محتاجين نشتغل عليها برضو، دراسه حاله المنافسه في السوق. لازم انا اعرف المنافسين بتاعي كيف المنتج ده قاعد يوفره منه للعملاء الموجودين حسب السوق، وضعهم كيف، حجم السوق انا عرفته. طيب المنافسين ديل هم ماخذين كم حصه من السوق؟ طيب انا لو داير انافسهم هم السلوك بتاعهم شنو في الماركتنج، حاله المنافسه بتاعت بيناتهم عامله كيف. دي كلها اسئله انا لو ركزت في ماركت معين ولما تلاقي حبه داتا انا بقدر اجاوب عليها. طيب الماركت ترندز دي ممكن تكون نضرب مثال في نفس المنتج، الدكوة ماشية لأنه في ناس بيقول لك والله الناس مايلة للمنتجات اللي فيها بروتين عالي. طيب تعال نروج الدكوة بأنه هي بخصائص البروتين الإضافي ما عارف شنو البتاع. فالماركت ترينز بيساعدني أنا بعدين لقدام أبني الميزة التنافسية للمنتج. الماركت التكنولوجي، لو الماركت ماشي أي منتج تاني مثلا، الماركت ماشي لأنه يبقى مور ديجيتال اورينتد، فأنا لازم أكون فاهم الحاجة دي، يا اما انا امشي معاه يا لانه انا لو شلت عكس التيار في النهايه حق نفسي ما عندي تارجت، اي ما عندي اي اودينس انا قاعد اخدم فيه. السوشيال ستيتس ده ممكن يكون تغيير في ثقافه، تغيير في كونسيومر بيهافير، البيهافير بتاع العميل ده تغير، انا لازم افهمه هو تغير لي في حياته حصلت له، الناس قبل الحرب ما زي ما الناس بعد الحرب، وتفاصيل زي دي ممكن تكون هي برضه يكون عندها امباكت. فانا لما احدد العميل بقدر انا اجاوب على كل الاسئله دي. طيب تحليل العوامل الخارجيه، العوامل الخارجيه دي ممكن تكون بوليتيكال، ليجل، انفايرومنتال، ايكونوميكال، الاستقرار الاقتصادي، هل هيحصل ديفالويشن، هل في حاجه ليجل حتمنعنا ان نشتغل نوفر المنتج، هل الرسوم اللي حتكون من الدوله لينا حتكون قدر شنو. عارف كل التفاصيل دي بتساعدني انا اعرف الاكسترنال فاكتورز دي لو بيجي عندها امباكت عالي انه تفشل لي البيزنس من البدايه، اعرف عشان افهم انه انا السوق ده ما اخشه. معناه ده كله داير اجاوب هل انا اخش السوق ده ولا لا، ولما اخش السوق لو قررت اخش السوق حخش كيف، ولانه الحاجه دي بتاثر على الكوست ستراكشر وبتحدد الراس المال زي ما اتكلم الاستاذ الامياء. بعدين هل هو حيكفيني انا انه انا ابدا اقدر اوفر فاليو
واعمل ربحيه ولا لا، لانه ده بعدين هياثر على البيزنس موديل كله يعني. طيب قبل ما نمشي البراند ايدنتيتي، اوكي خلاص انا عرفت البرودكت، عرفت انا السوق ده هستهدفه كيف، لازم اعرف حاجه مهمه جدا، البرودكت فيتشرز او الخصائص بتاعت المنتج. خصائص المنتج دي انا عشان اعرفها عشان انا احددها، ده بيعتمد على الاستراتيجيه بتاعت البيزنس ذاته. يعني انا من البدايه يعني لنا مجموعه دال هي من البدايه عندهم استراتيجيه واضحه بانه نحن حنوفر منتجات بجوده عاليه. طيب هل انا داير اوفر منتج بجوده عاليه ولا انا اضيف فاليو حقيقيه، فاليو مودريت مقابل انه انا اقدم افوردبل برايسز؟ دي الاستراتيجيه بتاعتي بتاعت البيزنس لما انا اجي اخدم بيه والعميل كويس. فانا لازم احدد، حددت البرودكت، بقى عندي منتج داير اوفره للعميل. طيب المنتج ده يعني نضرب مثال علبه بتاعت بخور، اذا اخذنا منتج جديد والله دايرين ندخل، دايرين انا داير ابيع بخور في 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 مصر هنا. البخور ده اسمه شنو؟ طيب ده هنا بيقودنا لانه مثلا نعمل حاجه اسمها تطوير هويه العلامه التجاريه. انا عندي منتج عنده قيمه، دار اربطه بهويه بصريه. الهويه البصريه دي ممكن تكون لازم اخلق له شعار، الهويه البصريه ممكن تكون يعني مرئيه وممكن ولازم ممكن تكون سمعيه. طيب الهويه البصريه دي انا حقوم اخلق له بعد شعار، حخلق له الوان محدده. عشان كده الليله انتوا لما تيجي تشوفوا مثلا كوكاكولا، كوكاكولا العلامه التجاريه بتاعتها اللوجو، الحاجه الثانيه اللون الاحمر بالاسود، دي حياتي انت من بعيد لما بتشوفها بتقول بس دي كوكاكولا. انت الليله لو شالوا العلامه برا لانك شفتها كثير، بتشوف اللون الاحمر واللون الاسود ده من غير ما تشوف الشعار بتاع كوكاكولا بتقول الاعلان حق كوكاكولا. ليه؟ هم قاموا ربطوا الفاليو بتاعتهم والمنتج بتاعهم بصوره نمطيه معينه او هويه بصريه معينه عشان انت تربط بيها المنتج. فانا لازم اعرف الفاليو اللي انا بضيفه للماركت بفيجوال ايدنتيتي بنقول لها. طيب الفيجوال ايدنتيتي دي انا ممكن تصل معايا مرحله لحد ما اعمل حاجه اسمها البيرسونال البراند بيرسوناليتي. منتجي ده لو جيت ناديت الكونسيومر وقلت له عرف لي المنتج بتاعي ده شكله عامل كيف. انا كنت مره في 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 فوكس جروب مع عملاء، كنا بنسالهم عن واحده من البراندز بتاعتنا، فصادفنا كانت في البيت زعلانه زعل شديد من المنتج بتاعنا، قلنا لها طيب اوصف لنا البراند بتاعنا ده في شكل في البيت. قالت زولا عمرها كم، 30 سنه، مشلخه وزهجانه وقرفانه وما بتتطور وما نفسها تعمل اي حاجه وما عارفه نفسها ايش نو. ده عامل زعلان. فانت لازم تعرف البراند بيرسوناليتي اللي انت قاعد تبنيها في الذهن بتاع العميل، مربوطه مربوطه بالفاليو اللي انت بتضيفه له. انا والله تتخيل نفسك ان المنتج ده داير العميل يشوفه لك كيف، انطباعه يكون عنك كيف. السلوغان ده بعدين بيساعدنا في حاجه اسمها البراند بوزيشنينج، انه انا اقدر كيف اميز به البرودكت بتاعي في السوق. طيب كل الاليمنتس دي انا بعدين بتساعدني في العمليه التسويقيه، سواء كان الترويج، الاعلان، الفيديو، الاوت دورز اللي انتم بتشوفوها، او حتى الراديو، الاعلان في الراديو. طيب بيجي من هنا انا بطور الاستراتيجيه بتاعتي والخطه التسويقيه. طيب الاستراتيجيه بتاعتي الليله انا حددت المنتج داير ادخل السوق. طيب الاستراتيجيه بتاعتي شنو؟ انا عندي الامكانيات الفلانيه. طيب انت اصلا المنتج ده انت تارجتينج المجتمع السوداني بس ولا تارجتينج المجتمع السوداني والمجتمعات الاخرى؟ طيب المجتمعات الاخرى دي هل البيهافير بتاعهم المنتج ده عندهم ولا انت محتاج تعلمه تقول لهم لا المفروض نحن تغير في البيهافير بتاعهم ده لغايه ما هم يتعرفوا على المنتج بتاع ده؟ ما صعب، لكن بس لازم تكون فاهم انه اي تشينج في الكونسيومر بيهافير عشان تستخدم به عملة جديدة انت محتاج تغير في سلوكهم، ده بيتطلب منك انك تو انفست وتكون راجي لقدام العائد يجيك. ما زي لما يكون السوق جاهز وانت السوق جاهز وانت هم عندهم القابلية انه يشتروا المنتج. طيب الاستراتيجية بتاعتي انا حبدا من وين؟ هل انا حوفر المنتج العلبة الكبيرة ولا العلبة الصغيرة ولا العلبة الوسط؟ منو من ديلاك لما عملت الماركت سيجمنتيشن، منو من ديلاك بيشتري دي ومنو ما بيشتري دي؟ هو ما عنده امكانية يشتري داك لكن عنده امكانيه يشتري، اوفر له المنتجين.
ده عنده مشكله في البيرتشيسنج باور او ما اوفر وهكذا. يعني هي مجموعه بتاع تداخلات لما نحن نمشي بالستبس دي كل ما حنجاوب على سؤال بتتضح لنا صوره اكثر. طيب الخطه التسويقيه هنا الخطه التسويقيه دي بعد بتجي بجي هنا انا للتنفيذ بتاعي بيكون عندي ميزانيه محدده وعندي قروش معينه انا داير اخلق توعيه بالمنتج بتاعي الجديد او المنتج الاكزيستنج انا داير اطور من التوعيه داير ادخل لي اسواق جديده اعرف بها المنتج ده. طيب الخطه بتاعتي حتكون شنو؟ الخطه بتاعتي والله انا داير الناس تعرف المنتج. طيب داير الناس تعرف المنتج لازم اعمل لي اوزع سامبلز فور فري اعرف العميل اول شيء حلقوين اديه المنتج ده فور فري اقول له يا اخي اعمل لي جرب المنتج. العمليه الشرائيه دي هي عمليه فيري سايكولوجيكال بتبدا ما في عميل بيشتري المنتج بصحى من الصباح بيقول انا داير المنتج الفلاني بيمر بسلسله من الخطوات. السلسله الاولى هو انه يعرف المنتج انك انت دي توريه وتروج للمنتج بتاعه بيقول لي يا اخي ده يا جماعه المنتج الفلاني عنده المميزات 1 2 3 حينتقل من مرحله انه ما عارف بقى عارف. المرحله الجايه بعدها انه هو يجرب المنتج انت حتقول تلح عليه وتقول له يا اخي ده المنتج ودي مميزاته عليك الله تعالى تجربه. جرب المنتج اخذ عنه انطباع المره الجايه الفكره عجبته لانه والله المنتج ده بيوفر لي بيوفر لي حوجه حقيقيه. المره الثانيه المره الثالثه خلق انطباع بقى لويال كونسيومر او لويال كاستمر. فالبروسيس دي عشان انا اعملها انا بنفذها بالخطه التسويقيه. انا عندي عملاء ما عارفني بستهدفهم بان انا بعمل اكتيفيشنز بشوفهم هم قاعدين وين الكاستمر بتاعي قاعد في الحته الاكس انا اصله واعمل له دي تو دي اكتيفيشن اون جراوند اكتيفيشن شكله عامل كيف. موضوع بسيط انا ما عندي قروش بعمل واتساب جروب 1 2 يعني فكره انه نحن نسوق ونروج للمنتج عندنا صوره نمطيه عنا بانه يا اخي انت حتقدر تصرف قروش كثيره والماركتنج ده تكلفه وما تكلفه ابدا. انت في النهايه داير تصل للعميل الفلاني انت عارف وين وداير تصل باقل تكلفه فانت بتشوف التول المناسبه بالنسبه لك باقل تكلفه وتصل لها ممكن تكون واتساب جروب. انا ما داير اطيل عليكم لانه الزمن انتهى. دي فكره مبسطه عن دراسه الاسواق. بعد ذلك لو في اي مداخلات نحن ممكن نتكلم فيها ممكن بإسهام. طيب شكرا لمازن على الجرعه التسويقيه. دي اول خطوه يا شباب عشان نقدر فعلا ناخذ بزنس بصوره مدروسه وبصوره علميه. انا حتكلم بعد كده في خطوات ثانيه اضافيه. احنا محتاجين نجهز بيتنا الداخلي ما فقط نتكلم عن البيت الخارجي او العميل، لكن لازم نكون جاهزين. يعني لما نعمل لنا اي دعايه ويكون العميل جاي ياخذ المنتج بتاعنا واحنا ما عندنا اي نوع من انواع الكاستمر ريليشن شيب مانجمنت او اي نوع من انواع الكاستمر سبورت احنا حنخسر العمل بتاعنا كامل. فرغم انه العمليه التسويقيه عمليه مهمه جدا وتعتبر الخطوه الاولى في انك تبدا العمل بتاعك، لكن كيفيه العمل كيف انه احنا حنقدر نرتب بيتنا الداخلي، نبني شركتنا بطريقه صحيحه، نجهز كل مستلزماتنا لانه احنا ننطلق في مجال العمل مهمه جدا. يعني نقدر نقول انه واحد من اشهر نماذج العمل اللي هو الكانفاس دي بيتكلم عن القيمه اللي انت حتقدمها. وبالصايد ده اصلا مازن ادانا الناحيه اللي هي في النهايه بترجع لنا الريفينيوز بتاعتنا او العائد اللي هي العملاء. والصيد الثاني زي ما قلنا بنجهز بيتنا الداخلي اذا كان من ناحيه ريسورسز موارد او من ناحيه اي نوع من انواع البارتنرز عشان في النهايه نعرف انه احنا محتاجين نصرف كم. محتاجين نصرف كم دي نقطه مهمه جدا يا اخواننا. لا نمشي بالنظريه اللي كنا بنقوم بها في كثير من الاحيان في السودان اللي هو بنقول دائما انه زول قايم بنمره 4 تمام، ما حتنفع الحكايه بعد في المرحله دي. ولا حنمشي كمان ببطء شديد واحنا ما حنقدر نلحق سوق متسارع. احنا ندرسها بصوره علميه واضحه ونعرف بكوست بنفيت اناليسيس واضح جدا احنا محتاجين مبالغ ماليه قدر شنو ولمتين وحترجع في الزمن قدر كم باي باك بريود، حترجع بنسبه ربحيه قدر كم انترنال ريت اوف ريتيرن او ريتيرن اون انفستمنت ار او اي، واحنا حنربح كم ان شاء الله لقدام والاستمراريه بتاعتنا شكلها كيف. نعمل سوليد بزنس، سوليد بزنس كيس ما فقط من ناحيه ماليه انما حتى من النواحي الفنيه، حتى الخطه بتاعتنا اللي احنا هنسوق لانه احنا كيف حننفذ عملنا على ارض الواقع. طيب
إذا الصورة وضحت لك احتياجاتك شنو عشان تبدأ البزنس واحتياجاتك كم، هل رأس المال اللي أنت درسته متواجد معك ولا لا؟ وده سؤال مهم جداً. إذا ما متواجد معك واحد في الاثنين، يا ترجع تعيد الاكسرسايز وتقلل من الاسكوب بتاعك أو تغير في مجالك لأنك أنت عايز تعتمد على الموارد الذاتية، يا إما أنت مصر على فكرتك ومؤمن بها إيمان كامل يبتدي يفتش على موارد أخرى، والموارد الأخرى متاحة بشكل تمويل ممكن يكون معنا شركاء، ممكن نفتش على شركاء. ودائما بنقول يا شباب من الفورم الأول ومنكرر إحنا لازم نقف مع بعض في المرحلة دي، فإذا في ناس بتفكر في إنها تعمل أي نوع من أنواع البزنس حقه نفكر جماعيا. طارق هيقدم لنا ورقة مهمة جدا على الاقتصاد التشاركي، كيف إحنا نقدر نشارك الرسورس بتاعتنا مع بعض ونستفيد منها كلنا في وقت واحد مع بعض. ممكن نمشي للتمويل البنكي، my personal advice يعني من ناحية شخصية بقول لك بس امشي للبنوك الإسلامية عشان تكون ضامن إنه إحنا ما داخلين في أي حاجة ممكن تكون ممنوعة أو كده. ولو كنا رواد أعمال مصر فيها كم من الحاضنات، أنا استغربت لما شفت الحكاية دي، يعني تفاجأت بموجة الحاضنات في مصر. إحنا بتذكر في السودان اللي أنا بعرفهم personally كانوا 2 تقريباً. ممكن تعمل مزيج طبعاً، جزء تمويل ذاتياً وجزء تمشي لتمويل آخر. تخيل الصورة دي قاعدة في جوجل، الأول ما تكتب كلمة حاضنات في مصر، حاضنات أعمال في مصر، قاعدة الصورة دي، قاعدة تتخيل السوق بتاع الجهات الممكن تدعمك وانت بادي فكرة حقيقية. في مصادر كثيرة جداً ممكن تساعدك. أنا هتكلم على عجالة جداً، لكن الناس نمرة واحد ممكن ترجع لجوجل وتعرف المعلومات دي وتمشي بنفسها، ونمرة 2 إحنا هنقدم إن شاء الله محاضرات لاحقة عشان نتكلم على الموضوع دي بسرعة شوية. دي حاضنة مركز الإبداع التكنولوجي ريادة الأعمال، بتتكلم عن تمويل بتاع 180 ل 60 ألف مثلاً، بتتكلم عن innovation ideas. إنجاز مصر برضو بتتكلم عن الطلاب أو الستارتب الجديدة في مصر، بتعمل حضانة من 3 إلى 6 شهور تقريباً. في لاد 6 لاب بتتكلم برضو من 6 إلى 3 شهور، بتتكلم عن 30 إلى 45 ألف. فكرتك شركتك، يلا ده أنا هتكلم عنهم زيادة شوية. فكرتك شركتك ديل هما حاضنة أنا عرفت عنهم في هيئة الاستثمار لما مشينا في العملية بتاع تسجيل الشركات، واستفدت كل المعلومات اللي بتكلم عنها منهم لأنهم بيعملوا لك مينتورينج، وممكن تحضر معاهم أو تحضر عن طريق الزوم فري وتطلبه طلب لو حبيت منهم. بيدوك أي معلومة خاصة بكيفية التسجيل من ناحية قانونية، خاصة بالحاضنات اللي ممكن تساعدك، كيف تعمل البيزنس كيس بتاعتك بصورة علمية، كيف تقدر تفتش على تمويل أو غيره. وحتى بيتكلموا أكثر في معلومات ممكن تفيدك في إنك تلقى شركاء أو غيره، لكن مفيدين جداً وأنس فور فري الحاجات دي كلها باي ذا واي. وآخر مرة عملوا سيشن عن الضرائب أنا بالنسبة لي كان مفيد جداً وحتكلم فيه برضو سريع دلوقتي. جسر بيتكلم من 200 إلى 500 ألف. إنوفيشن أو إنوفيتيف بيتكلم عن 11 ألف دولار. ناو دايز الناس الحابة البنك USA مع بنك التجاري مصر مع افتكر مؤسسة ثالثة، حاليا هم فاتحين call for call for nomination، لكن بس للنساء يعني عذرا للرجال. هي ب10 ألف تقريبا، 10 ألف دولار، 10 ألف دولار. إن شاء الله لما بعدين ممكن أشيره في الجروب. أي واحدة عندها رغبة في إنها تعمل بيزنس أو هي في مرحلة البداية ممكن تقدم لأنها تأخذ المنحة دي. مينتي دي تابع لبنك البنك المصري الخليجي إي جي بانك، وبيدعموه برضو من ناحية بنكية ستارت إيجيبت أو نايل برينيور، كلها دي بتتكلم عن 120 ألف مصري. طيب قرارك لرأس المال حيسوق لأنك أنت بعد كده يفترض تمشي خطواتك العملية إذا أنت خلاص اخترعت إن شاء الله، والبزنس أصلا لازم تكون قراراتك جريئة. الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة دي الهيئة الحكومية المسؤولة من إنها تسجل لك العمل بتاعك. طيب نسجل ليه؟ نشتغل الكلمة دي أفتكر كلمة كرباوي دي بنستعملها في مصر والسودان صح؟
اشتغل حين كرباوي كده مش اشتغل كرباوي اللي يقل. طيب ما في مشكلة ممكن تشتغل كرباوي لكن حتخسر فرص كيري. أنا فتش فاهم من قبل حقتني إحنا تشتغل كيري لكن حتخسر فرص إنك تتعامل مع مؤسسات رسمية. ولو أنت عايز تعبر الحدود أعبر الحدود صح. طيب إحنا لا خايفين من إنه إحنا نمشي نسجل أو غيره دي للشباب طبعا والناس اللي عندهم خبرة لأنه إحنا لما كنا شباب كلنا كنا بنخاف من الحدة دي بنخاف من الالتزامات المالية اللي عندها علاقة بالجهات الحكومية. الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اللي هي في مدينة نصر في شارع صلاح سالم بتقدم لك كل الفرص الممكنة كل الفرص الممكنة الممكن تساعدك في إنك تسجل الشركة بتاعتك بطرق مختلفة بطرق مختلفة. أنا بتكلم عن اثنين بس ذات المسؤولية المحدودة اللي هي عندنا زي نظام الشركة في السودان بتكونوا أكثر من شخصين فما أعلى والمسؤولية بتكون مسؤولية على المؤسسة أكثر أو شركة الشخص الواحد عندنا في السودان اسمها اسم العمل وفي الحالة دي بتكون مسؤولية مباشرة عليك أنت. لكن في أشكال تانية للشركات أنت ممكن لو جهزت أوراقك هم ملتزمين معاك ب 24 ساعة للتسجيل. في كل ما كان الاستثمار كبير كل ما كان عندك تشجيع استثماري كبير جدا إذا كان في الجمارك أو غيره يعني ممكن نتكلم عنها لاحقا. طيب جهزت تنمية المشروعات ده بقى ناس الضرائب اللي احنا بنخاف منهم. عندنا الضرائب اللي بتشبهنا دي قاعدة أو لو أنت بادي أمشي سجل مع جهاز تنمية المشروعات بيشتغلوا معك بنظام التقدير حسب التقدير لأنه على العمل بتاعك دخله في حدود كم بيعملوا لك تقدير. تقدير مناسب جدا بيبدأ بألف ثلاثة ألف خمسة ألف أرقام معقولة لناس بعدين البزنس بتاعهم وبراجعوه كل خمسة سنة. أكثر من كده يسهلوا لك كيف أكثر من كده ما في أفتكر تسهيل في إنه نحن ممكن نسجل شركات ونشتغل بصورة ليجل ونكون قاعدين من ضمن الوضع ونعبر الحدود. وتذكروا تماما يا شباب لما تسجل شركتك في مصر يبقى عندك الخيارات بتاعت التبادلات التجارية عبر الحدود مع الدول الثانية. احنا في السودان كانت عندنا مشكلة كبيرة جدا الكوميسا زائد العملية بتاعت السانش. انا افتكر دي مرحلة اعقلها اقعدوا فيها زمن مناسب عشان تقدروا تمشوا للمرحلة اللي بعدها. خلاص بعد كده بتقع نمشي لمرحلة التوكل وابدأ حرك راس المال في انه يبني لك مشروعك بناء المشروع اللي هي بناء الإمكانيات اللي أنت محتاجة عشان شغلك يمشي خطوة لقدام. لو عايزين نفتح محل عشان نشتغل فيه معناه دي مرحلة أجر ضبط المحل خليه يكون جاهز للافتتاح. مشروع عنده بداية وعنده نهاية وعنده مخرج محدد تمام. طيب هنكون عندنا خطة العمل العامة بتاعتنا زائد خطة المشروع. بمجرد ما انتهينا من المشروع حنقص الشريط وعليكم الله عزمونا معكم ناكل معكم زلابية كده ظريفة من توينز إن شاء الله كلنا ومع ماكدونالدز كده او كنتاكي عشان مرحله التشغيل هتبدا. لكن في الوقت ذاك يا شباب خليكم لابسين الطاقيه بتاعت انكم حريصين جدا في سوق منافسته عاليه لانك تنتبه لاداره العملاء. انا ما بخاف من خطه التشغيل كثير لانه في النهايه شغل واضح ومعروف من ناحيه الخطط بتاعته لكن اداره العملاء مهمه جدا ولازم تكون عندك جهوزية سريعة جدا للتعامل مع العملاء زائد خطة التغييم. لو ما غيمت نفسك إنك أنت قدرت تمشي بنفس الكم مخطط له أو حصلت اختلافات للأحسن إن شاء الله أو لا قدر الله اختلافات الأسود للأسوأ ما حتمشي لقدام. عشان كده أنت محتاج دائما تكون في حالة تغييم تحسين وتطوير مستمر عشان نحقق استمرارية البزنس في أي أسواق عابرة للقارات. شكرا لك.